أوجه ندائي لجناب الأخ وزير الداخلية، أنكم بدأتم حملة جيدة قبل أشهر في مواجهة المحتوى الهابط والصفحات الهابطة المائعة التي تدعو إلى الميوع الأخلاقي والانحطاط الأخلاقي، وجزيتم خيرا، وأنا في وقته في الواقع شكرتكم وشكرت جميع الأجهزة في هذا المجال. ولكن يظهر أنه ضعفتم من الهجمات اللي صارت، ضعفتم من الضغوط اللي صارت. نريدكم أن تكونوا على نفس الشدة وعلى نفس ما معقولة يا شباب يا أخوان يا وزارة الاتصالات، ما معقولة أطفال شباب يمسكون الجهاز، أي ما أدري أي تطبيق سواء التيك توك أو كذا يفتحه يشوف أكو ولد شاذ، ولد فاسد يتكلم مع الشخص اللي يريد يعني يريد يتعامل معه تعامل لا أخلاقي بشكل فاضح جدا وبشكل مريح بالنسبة لهم، وهؤلاء أولادنا وبنات يشوفون هذه بأي مبرر نحن نقبل هذا النوع من الثقافة الهابطة الفاسدة المنحطة في أجهزتنا وفي على حال في ما يتناوله أولادنا الصغار المراهقين.